عم سيد قلت ايه؟ بص يا يحيى، حالك زبت عليك. قلت لك اني خارج كمان اسبوع عشان تكبلي البقين دولت، يعني بشتري بينك وبالمره فرتك الفرخه دي. وانا الحقيقه مش هخرج الا بعد 6 سنين من دلوقتي. وسيب نرغي كل الرغي ده رخيص انت، خساره في جتة اهلك الطفح اللي بتطفحه ده. انا غلطان اني جيت لك من اساسه. وهتبقى غلطان لو مشيت. اقعد اقعد. اخلص. انا ممكن اقوم الزياره على المأمور عادل، اقبله البقين اللي انت قلته، وبالمره اقول له انك متسطر على الارجنتيني. الا اذا تاخد الواد حتتا في ايدك. حتتا ابنك؟ لا، ما هو كبر. الله اكبر عليه، بقى اشطر مني. التلميذ تفوق على استاذه، بقى احسن واحد فيك بلد بيصنع متفجرات والغام. حبيبي ممكن يولع لك بلد بزيها. قلت يا يحيى، هو ده المشهد اللي قبل الاولاني؟ ده اللي قبل انتحار البطل على طول. شفت الواد ابو شخه كبر وبقى بيشطف نفسه؟ هو في ايه يا اخوانا؟ ناس ده ولا ايه؟ وادي ادي حتاتا. لو انتوا تبع المنتج انا مش ماضي عقد، ولو على تمن البريك اهو. يا ده احنا اصحاب ابوكوا جايين من عنده في السجن. طب عايز اماره؟ بأمارة لا مؤاخذه الوحمه اللي طالعه لك في المصلحه. وبنقول لك يا ابو احمد من وانت في اللاف. يا سلام، ما المنطقة كلها عارفة إن أنا عندي وحمة في المصلحة. أسره، سيبك بقى من شغل السيما، وأنا هديك فرصة عمرك وخليك تفرقع بجد. تعالى لي بعد العشاء في السمان يوم الخميس. فين في السمان؟ جنب الوحمة اللي في المصلحة. انزل يلا. انزل يا يلا. لا إله إلا الله. فلوس الحشيش فين يا ده يونس؟ بدل ما اقلعك اللي تحت كمان. واحنا في بينا الكلام ده نجم؟ انا كنت فاكرك مهديني بيهم. هديك بفرشه حشيش يا قفا؟ ليه؟ صاحبتي؟ اوعى تكون مفكر ان جو نطاط الحيط اللي انت عايش فيه ده هياكل معايا. تاكل معاك دي؟ انتوا واقفين تتفرجوا معايا؟ هدوء! اه مؤاخذة يا عم محمد، كركبنا لك القتيل ايه؟